كهرباء العيش مدير غرفة الصناعة التقليدية والخير في باتنا. بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة يناير، غرفة الصناعة التقليدية نظمت معرض للصناعة التقليدية بدار الصناعة وكذلك الساحة المحاذية لدار الصناعة في خيم للعرض. هذا المعرض الذي يدوم من 30 ديسمبر إلى غاية 15 جانفي عرف مشاركة أكثر من 60 حرفي من 15 ولاية، كل هذا من أجل تعريف منتجات الصناعة التقليدية للحرفيين وكذا الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة. الطاقة نخدم المعرض هاي لقنا خنتوش نخدم المعرض نتقي الحوايج جاية نتقي بربوش نتقي العيش نتقي تاكليل نتقي خلغر مغيخفة ونطزي سروقيل نخدمها مورثنا نتوجه ذي النار النار نتقي بربوش سوحسوم نتقيها حرير نتقير شمن وادن بيودينها هنتا ويدا نتاق مدامان ها صبحيطين وادنا ويقلش الحشيج دا زيزا وادنا ويشال دا جديد هذا ينتق ذك النار النار بقرسة ذك دا مسعود دا مرزوق يوث في تسويس النار سالخير إن شاء الله ربا غني رزق سالخير وكل إن شاء الله هذا هو تقاليد النار.